عسلامة، مرحبا بكم، جانا لكم في ديكسيون جديدة وترك جديد وقال يعود إليكم وخوف عليكم. جيكم ترك اسمه جيف ولا جيفي، أنا عارف فاش تنطق الكلمة. دونك عنده مزيك، عنده ساعتين من هذا التراك، برك الله 32 ألف فيو على اليوتيوب. قبل ما نبداو كي نصليو على النبي ندير خطة فلسطين وسوريا ولبنان قبل ربي وخف عليهم أزمة عايشين فيها. وابونيو في اليوتيوب، كل شيء في الديسكريبسيون، انستغرام، السوشيال ميديا، اي حاجه تحقها باش تتواصل معايا تلقاها في الديسكريبسيون. ما نطولش عليكم، شوف شو محضر لنا بقال دي هكا دي يتطور، بدا يطلع في التوب في التوب ودي يفك في بلاصتو. دينا قاعدين نراو في السكسيم تاع بقال ينتشر مغاربيا، معناها في السكر نتاعنا احنا. Coming through the screen, rap reactions lit, just like a movie scene. Boss so tight, analyze the flow, catch the metaphor, see how the words glow. Okay. اول جاو تاني جايب كوت تاني كل الزرع على القزاز الصوت عالي بوقا سرت قود نار نتاعو تاني علاش مفاري وانا حاوي اي بوب كل مني دا بابو تا كان كراك دري لي تاع بقى شيطان هذا كريم تاع البارس فاست برشا مش فاست فلو معناها ورا بعضه فمش راحه وال ما عرفش كيفاش تركز مع انه شنو قاعد يوصل بالكليب والا شنو قاعد يقول لاوت اول جاو تاني جايب كاو تاني كل الزرع على القزاز الصوت عالي بوقا سرت قود نار نتاعو تاني علاش مفاري وانا حاوي اي بوب كل مني دا وحاوي هيب هوب شكون حاوي هيب هوب القزاز الصوت عالي بوقا سرت قود نار نتاعو تاني علاش مفاري وانا حاوي اي حنيش مفاري وانا حاوي هيب هوب بوب كل مني دا بابو تا كان كراك دري لي تاع بقى شيطان كي جبت تاع ايزي الحمرا ورانا خفي كاع ما كانتش كي اللي بتطالع سلي لي تاع كي دي لي تاع في رزي كنحضر جلني كل شي كينو باطيتشي انت اغزر الوجه كي يعرف الكليب برس امكم اغزر الوجه كيفاش ياكتي في وسط الكليب يقول لي تشيل بلا ما تكتب رتاح كنت مثل لك على فونتي كات صحاب كرك غادي وكات ختات اوه قاعد تمثل على على الفانز نتاعك تشكات كتب بقى تصراف ختك اوه وتشد شقالو حلمي في الاي بس مش جيك نشوف شي حرقة واو واو حلو بالحق والله برسمي كنا ان شاء الله يا ربي نهار يوصل يوصل العالمية بقى بالحق تقول بالحق سكس ستوري سيد من كليبات بعشرة بتن دولارز يعمل فيهم ولا حتى اقل وقاعد يسوف يشوف ما قاعد راه ريت والله قاعد نشم في السكسي قاعد فما حاجة تخرج البر حلمي في الاي بس مزيكا شوف شي حرقة ولا باشي كلو انا في مخي ماشي بشي يطلع عم موزيكا قالك نحبس الموزيكا شوف فيها حرقة ولا نبيع كلوة نجي كريبة حدك نادم ما غديتش قلوة اوكو تفرجو كان حكم في الراب ما قدو يديرو تشقلوة ديرش قلوة وش ديرش قلوة جبت عليكم شحال من دورة في عام شاهد ديجي ديرش قلوة اي بلاصة يمشي يحط التاج نتاعو نتلاقى مور الشو عاد فيكم مرتاح تصول الزورة انا فيكم اجل نتلاقى مور الشو كي عود الخرافات شكا جبان الشال جنسي زي عايشة تروقع كل الثلج عرفت المشكلة فيش توا حاليا بالنسبة ليا نحب نقعد نقرا في الليركس باش نفهم اكثر الليركس وفي وقت نحب نتمعن في الاكتينج وفي الكليب
فرد وقت نحب نقص باش نجم نتواصل معاكم. ريت كيفاش المشكلة الثلاثية الأبعاد. اوه اعطاها بالترافيس كوت. راكين ليب غير دير وشي حجر النيف ولي عندكم كيف ليك يا حشان. مريض سجل راكين ليب غير دير وشي حجر النيف ولي عندكم كيف ليك يا حشان. راك داير معي العيب هاني نستنى اني عارف انت قاعد نوسع في بالي خلي بكشي نهار يجي ويحشم على روح. حلمي في قلق بس نجيك نشوف شي حرقة ولا باش كلو. هذا الرفران انت شوف انت قداش انسان مهبول. هذا هو الرفران تاعو. نجي خايبة حد بنادم ما غدرتش قلوة او كتفرجو كان حكم في الراب ما قدو يديرو تشقلوة ديش قلوة وش تديرش قلوة جبت عليكم شحال مدورة في عام شهد ديجي ديش قلوة ديش قلوة وش تديرش قلوة وش تدير اي خليتكم مفتوش غير فان ديال الخدمه نفسكم بارده وديروش قلوه. اصلا الدرك يحب يقعد يخرج في يخرج في الكنيجي بتاع الشيطان اللي فيك وتحب تكسر في الدنيا تكسر في الكرونيت ونعيط دير شي قلوه. ولا بالحق اختفى ديك نستنى في النهار اللي باش يتحط بقال في بيف يعني بيف مع واحد والله باش يحطمو مش يعني مش نقص من رابل بشي ليه باش يحطمو خاطر علاش خاطر الفاني كاركتر نتاعو والاكتينغ هذيك وكل انرجي وكل بالرسمي حتى كان دخلت في بيف معاه وعملت اكيد محليهم مش تهيدا مش تعمل باش تضحك عليك خاطر باز باش يعمل حاجات في الكليب وباش يعمل حاجات في الكليب والجيماس نتاعو باش يتبانك عليك معناها باش تقولوا الى يسموك دوتوا باش يضحك عليك العباد. دونك بالرسمي نستنى في الوقت هذاك بثقه وترج خاطر عندي ثقه كبيره في بقال للكليب وخاصة في الدليفري قاعد يوصل فيها في وسط التراك نتاعو. دونك نرجعوا للتراك نتاعنا تراك بقال جيف ولا جيفي ما صلحوا لي في الكومنتات فيش صلح لي في الكومنتات وانا يجي يكتب لي بك شي واحد يجي يبعث لي في الانستغرام يقول لي تلتقى كي. دونك قال الانستغرام تاعي ديفا رياكشن في الكومنتات ديت كيفاش قاعد نوصلكم في ماركتينغ ديجيتال نتاعي كي ابارتير من الكلام. دونك تراك محليه فيها الدليفري اكيد الليركس ما فهمتهمش 100% خاطر الدليفري نتاع بقال مع اللهجه المغربيه وين ما زلتش نوفق برشا بين الكليب وبين الليريك. دونك ان شاء الله المره الجايه نحاول ما اكثر في موقف في لايف ولا في فازا نحاول اكثر نركزوا على المره على الكليب ومره على البارس ونسال اللي خليك قبل فيليكس مثلا. Hit that subscribe, don't forget to tap. Football so hard, never miss a snap.